بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الأعزاء المتابعين الكرام، تمت انطلاقة الشوط الثاني والشوط الثاني بعنوان الجعدان الحقائق والمسافة، ألا وهي 3 كيلومترات. ولكن نعود بالتهنئة والناموس للسيد علي بن سالم بن سعيد على فوز العشيش في الشوط الأول، وتهنينا إلى أحمد بن سعيد بن سالم ومصبح بن سعيد على فوز العشوش في الشوط الرئيسي الأول. أيها الأخوة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط والشوط المخصص للقعدان الحقائق. نرى في المقدمة مرموق للسيد سعيد بن أحمد بن محمد بالعود الرميسي، ويليه في المركز الثاني حامي للسيد أحمد بن سعيد بن سالم بلاحج الرميسي، والمركز الثالث يليه مباشرة غزيلان للسيد خلفان بن سعيد بن حمود المغيمي، والمركز الرابع يتواجد مسامح للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي، والمركز الرابع الخامس التي تدخل وتسلل إلى المركز الرابع مشهور للسيد محمد بن مطر الرميسي. وديروا باكم من هذا الشعار وديروا باكم من هذا القعود، له إنجازات سابقة. وأيضا في المركز السادس يتواجد والم للسيد ناصر بن جابر بن علي المري. أيها الأخوة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط ونرى التسلل والتغيير الذي طرى وجرى إلى مقدمة هذا الشوط. نرى مرموق نرى مسامح للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي الذي يتقدم إلى المركز الأول ويليه مباشرة. في المركز الثاني نرى مرموق للسيد سعيد بن أحمد بن محمد بالعود الرميسي. ونعود إلى المركز الثالث، المركز الثالث يتواجد غزيلان للسيد خلفان بن سعيد بن خلفان بن حمود المقيمي. والمركز الرابع نرى مشهور للسيد محمد بن مطر الرميسي. والمركز الخامس نرى على بعد في المركز الخامس يتواجد والم للسيد ناصر بن جابر بن علي المري. وأيضا في المركز السادس يتواجد طوفان للسيد علي بن سعيد بن سالم الرميسي. هذا الشعار شعار العشوش التي فازت بالشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم. أيها الأخوة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط وما زال في المركز الأول حتى هذه اللحظة مسامح للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي، ويليه مباشرة. في المركز الثاني نرى مرموق للسيد سعيد بن أحمد بن محمد بالعود الرميسي. وأيضا نرى التسلل والتدخل من قبل مشهور للسيد محمد بن مطر بن محمد الرميسي التي قادم. ونرى في المركز الرابع غزيلان للسيد خلفان بن سعيد بن خلفان بن حمود المقيم. أيها الأخوة، الآن نصل إلى الكيلو الأخير، كيلو الحقيقة أيضا، ما زال حتى هذه اللحظة وبدون تنافس على الإطلاق ما زال في المركز الأول مسامح، ويبي يسامح الجميع ويعتذر عن بقية المراكز. وتقدم إلى المركز الأول وبدون تنافس مسامح للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي، وباعد المسافة بينه وبين المركز الثاني يريه مشهور للسيد محمد بن مطر بن محمد الرميسي. والمركز الثالث من على بعد نرى التقدم من قبل شعار خلفان بن سعيد غزيلان خلفان بن سعيد بن خلفان المقيم. ولكن دعونا نعود مع مسامح، يبي يسامح الجميع ولكن ما في مسامحة في هذا المركز، وزال على المركز الأول وبدون تنافس على الإطلاق وبعد المسافة بينه وبين بقية المراكز. اسمحونا أخوة، نعود مع مسامح إلى المركز الأول و400 متر تفصلنا عن خط النهاية، وما زال مسامح في المركز الأول، مسامح للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي، ويبا يهدي الناموس والفوز لأهالي السمحة، وما زال في المركز الأول حتى هذه اللحظة، ونتمنى له التوفيق أبو جمعة. والمركز الثاني من على بعد ومشهور للسيد محمد بن مطر الرميسي، ولكن نعود مع مسامح ما زال في المركز الأول حتى هذه اللحظة ويقترب من خط النهاية ويهدي الناموس والفوز لصاحبه خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي، ويقترب من خط النهاية وبدون تنافس على الإطلاق. ومن هذه اللحظة تهانينا والناموس لأهالي السمحة، مسامح للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي يصل إلى خط النهاية
وبدون تنافس على الانطلاق تهانينا والناموس. وفي المركز الثاني من على بعد نرى غزيلان للسيد خلفان بن سعيد المقيم، والمركز الثاني مشهور للسيد محمد بن مطر الرميسي، والمركز الثالث نرى حشيم للسيد علي بن هلال بن غريب الجنيبي، والمركز الرابع والم للسيد ناصر بن جابر بن علي المري، والمركز الخامس السادس نرى فيه مرموغ للسيد سعيد بن أحمد بالعود الرميسي. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:33:53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.